انزين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على ما تشوفون ها برنوصي ودنياي، عقب ما اصلي العصر انيلق هل يلغى اخذ لي ختله بادي قبل ما اصلي العصر اي سقرة اللي الله مقدرني عليه، ومن يد صليت وارد اقرا صفحه صفحتين ناس منانس عيني عيوني حرقني ابدا، مطيت البرنوص واخذت لي ختله كل يوم نيه وان انزين المراد وانا ايش عاد الحين اسير اتلبس واسير اركض، ما سويت شيء البح ما ظهرت على السناب انا بخبركم، لان اليوم الله يحفظكم بقوم بزياره. الزياره وايد مهمه لشخصيه، وايد مهمه تهمني انا مثل ما هي تهمكم انتم يا الله يحفظكم. في قلت اكود سنابات من البارح مالت البارح ومالت اليوم بيعتين ضربه، فقلت في خاطري ما اليوم بخلي زيارة اليوم زيارة سبيشل يعني خصوصي، بيكون مميزة يعني لشخصية مميزة انتم كلكم تحبونها، ومن عرب مميزين ومن ناس مميزين واياويد وكرام مثلكم شرواكم، ومبوني تحدون ما سيلا عند الزين، الناس كلها خير وبركة وما حد خير عن حد غير انا اللي بغاية، كل انسان اللي بغاية الريل تسلج وين تود شو بعد. وحين ان شاء الله بلش بتلبس وبصير اجري، لاني صورت وانا اجري انيتني رمسه، صورت لكم ورمسنا ونحن نركض. بعد تعالوا في موضوع صغير وين برمسكم بو انا ساير، من اكمل شي ربع ساعه في الجري بدق لكم تليفون، هبدق لكم تليفون قصدي بسوي لكم سناب اذا الله اراد. قط مكان تقريبا شفتوا اللي تحرى عمرك في مكان مكيف، مكان فنان دور مدار المدرسه الوطنيه، ظلي البحسار بالصدفة ولقيت مجموعة كبيرة والله الناس تجري وجريت في نصهم، يوم طلع شفت الفرق، ولأن المكان كله ظله المدرسة الوطنية دور مدارها مسوين عواض ودنخيل وشي شريش جن ما أدري شو بعد من الزراعة حاط، ومتخالف الزرع ومصوي ظله دور مدار المدرسة، وهي المدارس الوطنية ما شاء الله من المدارس الكبار تبع المعازي بعد يعني الله يحفظهم. بعد هذا السؤال توياييني كذا مره، قلت كل دقيقه المشكله اظني هذي متابعيني دادي تخبروني صلاح ولدك اخوك بن عمك صديقك كانها شويه قويه، اخوي هذا من امي وابوي، ابوي وابوه واحد وامي وامه واحد، انا اسمي خالد احمد عبد الله الخالدي، هو اسمه صلاح احمد عبد الله الخالدي، وامي انا اسمها عوش بنت سعيد بن احمد بن خلف بن خديل القبيسي، هو كذا الامثال. بعد شيء الاجابه هاي السد عاد مقدم سنه كامله، يلا عاد بس عليك بنش تلبس متى بارز بنشنا ها دوكم ها هي سلام عليك. عليكم السلام. متي تعالي 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 تحسفت ان هي تتغم، تعالي كم هي يا كم كم اي didnt make a video for you دي لوك ات مي عاد عجيب Now good afternoon. What's your new name? Priscilla. لا. أم الحناية. أم الحناية. أم الحناية. أم الحناية يدفوها على السيف. Look at me. Very blonde this one. لا 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 لا. أم الحناية يدفوها على السيف. هي والله كلها صبيان تير الميادي. It's a ship or big boat. It's for one. والله it's for king. Who will read that name? It's very long. أم الحناية أم الحناية. لي صح شب يلا ثانك يو هاي تتلبيس الحين العجله شوف العجله محتاجلين اي يلا عليك السلام يلا قواكم الله هاو ار يو شو هذا ذس از ذا جرين وان ذس از ذا كوس لا ذس تشيلي هذا خل خل ليمون قوليلي ها عليك السلام وين زين يلا بارك الله فيك سرت بيت عفر المسعود اليوم هي كلهم خير زحمه وايد اليوم عندهم هي بيت قوم عفر المسعود ابوي من سويت الدنيا الناس ابوي عدال بيته زحمه البيت الجيد هو اللي تلقط زحمه عدال بيته والبيت اللي ابوي اللي تتخرخش ما وراهم فايده تلقى طبوي البيوت كل بيت مشطن كم كبرة ما حد حتى يوايج عليهم صح ولا انا غلطان؟ اللي لسه الحين
بس وياكم ابوي بيخف علي الوقت، الحين بتوصل الساعه 6:30 وانا بعدي ما جريت، والوقت وايد بسيط عندي اللي باجي تقريبا 35 دقيقه، والجري وانا اجري والجري والرمسه وانا اجري ما تستوي، بتازم متقطعه، فما برمى اوصلكم اللي انا اقصده. لذلك ان شاء الله من اسير واوصل جذا البيت مره، من اوصل بعد خالبين النخل ومعدلين اليوم برويكم الخدمه. برمس وياكم اذا الله جعلنا من الحيين، من ارد يعني قريب المغرب بعشر دقائق ولا بخمس دقائق. عريش السلام عقب صلاح جايين. هذا عاده في حال قبط عمري اني ما رمى رمسكم. ترى البارح بعد ما شي رمسه، بعد اليوم ما شي رمسه ما يستوي. يلا هذا يوم اقول لكم افضل. ها شوف المدارس دور ما داها افضل. ها شوفوا على مد النظر. ها ها لين مره غطف الدوربين، هذا غطف الدوربين مره اختفى على الابصار لين اخر الشارع هذا طرف المدرسه. وكلهم يقول لك غطف الدوربين، هذا غطف الدوربين وما تشوف اخر هالمدرسه. يوم اقول كلها ظليل دور ما اشوف وين تساير كيلو بكيلو. اظن يوم اخبركم عن المدرسه اقول لكم اظني الوطنيه طلعت لا اسمها المدرسه الامارات الوطنيه. ها شوف كم كبرها ودور ما دارها زراعه. هالمشروع ما فكر بموضوع المال ايرادات ولا حات الماء بيقطر شوي شوي ولا حات الفاتوره، لا سوى اول شيء المنظر الجمالي انتفع منه الطير والبشر. الطير والبشر ها شوف سوى الدنيا كلها ابوي زرع دور ما داره مشروعه. هي نعم جزاه الله كل خير. هذا اول اللي دار، وهذاك وين اخره مره ما تشوف اخر اللي دار حتى ما يبين من طول المساحه. ظله شوف الحين اللي يصير ويي ما يانس الشمس. ها شوف الشمس هناك ها وين مندسه وانتهى تركض لين تناقع عين ضلوعك. انت من تاخذ لك دوره دور ما دار هالمدرسه هروح كيلو في كيلو في كيلو كم يسوي 4 كيلو جنن. هيا ابوك خلاص اسير ابوي تحط راسك ولا تنش ثلاث ايام دور ما دار مدرسه كملت الدوره هذه بس خلاص يسدك. انا لابعد ازامط اسير ها في المدرسه الثانيه الجديده هاي بعدها الحين زرعها تو زرعي. أمس اللي كانوا يلفون دور ما دار المدرسة كانوا شوية بالستينات، وأنا عادة بعدي في الخمسينات، لا بزمط عليهم بلف على المدرسة الثانية بعد. عادة أنا وزماط شو خليت؟ أنا أبوي شيخ اللي يزامطون. ولا بفي هواي شريك. ترى شوف دور ما دار البيوت هذا شوفوا والخضار هذا ممشى سواه بالنايلون هذا اللي من ربل. يا غير ما رومة سير هناك الشمس بتاكلني، فأفضل لي دار إدارة المدرسة أذرالي عن هناك. أبوي ما تروم هناك تركض، إن ركضت أبوي هلجت بتصير من جيس نفسك بتصير. إن ركضت أنا هناك في نص الشمس بهلك، فلذلك أنا أفضل الله يحفظكم أتذر أبوي ها في دار الإدارة إلي هناك بعيد مهيئة بعيد أخيار حدا عن المكان هذا اللي أنا فيه. الأرضية مهيئة مخصوص مسوينها من ربل نايلون هذي يركضون عليه. انزين شوفوا الحين قريب اوصل البيت. هذا بيت على فكره مره قريب من اوصل البيت الحين مره عند عتبة الباب بيلس برمس. واحد يقول لي زين ترى شمس ابوي انا ادري بهنا الشمس، ترى جسم الانسان يحتاج للشمس فيتامين د، وين بتجيبه الفيتامين د الكنديشن شمس؟ لكن ما بشمس نص النهار، شمس ما قبل المغرب بساعه. هاي الناس تتمناها يا ابوك الشمس هذه، الناس تتمناها منو؟ شرات هلال العيد، شرات هلال العيد لجانب الدول اللي كلهم عندهم ثلج وبرد يتمنون الشمس ما قبل المغرب بساعة يتمنونها منوة. هذا اللي نحن فيه عايشين هالسعد وهالحرورة، لازم من الحرورة. أنا قد ينبك مقطن أنت كان ما بتحتر، ويظهر ينبك شوية هالمكروبات وعندك دو. هذا شو اللي ظهر مني مورد؟ هذا كله أملاح وسق مريج. ها يوم أقول لكم ها بخلابة ها عامة بحد أي بحد حق يخلب النخل، والله سخر لي واحد بصور لكم اياه باكر اذا الله راد. ولا المكراني اللي عندي والله ما يسوى شفطعكم، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا مكران بس يقبض هوز ويرشش على الزراعه. هي نعم امس من الفاقه غسل الشيتات هالخضر اللي فوق يشوفون غسال، الشيتات اللي تشوفونها كلهن غسلهن بيب ما يندر كم خسر من المياه. دعيت عاد عليه جزون الصيايزي. دون الفيفالي هاك اليوم اقول لكم صغار وصغار على طول الذراعه. شو ما شاء الله حينه كم صك تقريبا مترين ونص تبارك الرحمن.
عنده الفيديو يروم يظهره قبل شهرين اظني او شهرين ونص. ها شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، هلا شوفوا يوم اقول لكم اللي ينزرع على الموسم. ها ها شوفوا الفيفاي، خذوا عاد العلم اللي ما بعد العلم. انزين زراعة الفيفاي، خلوا الرمس اللي اخطفت من قبل عليكم ابوي حار بحار من اللي يحين. ها شوفوا على الله يحفظكم، هاي ابوي الفيفاي اللي انتم تشوفونها طول الريال وديتين او ودي ونص، لكن شوف ثمرة التمرة من تحت من لدعنة في الشهر 7، لكن في جرين هاوس في مكان مكيف يعني، وديت مزرعة عبد الله بن شيبه القبيسي على الله يحفظه تقريبا يميع البذور وديت، وهو شتل لي تقريبا 100 قوطي له 150، والباجات حقي وحقه شتل هو مكملا على طول تقريبا ذراع يبتل. زرعت انا وزرع هو، عاد اللي عنده انا ما صرت اشوفن، امس مدحن يقول والله ثامرات غير ما صرت اشوفن. ها كامل من اول البيت لين اخره كله ما شاء الله. ها شوف ثمرته، ها كما قلت ما شاء الله. هون بنات السنه الحين كملا من شهر 7 7 و8 و9 و10 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 سنه تقريبا. ها بنات العام عاده خليت منهن هنتين شوفوهن. ها طول الريال تقريبا 3 وديات 4 متر. ها دهن بنات العام، لكن ما عقيت ما هانن علي، شفت انتاجهن قوي. شو الحين برويكم ما شاء الله انتاجهن بنات العام. هاي تشوفون بنات العام شو ما شاء الله وهن سايرات. ها ها تجلعنا كم ودي بودي بربيكم لي يدعهن عجبه. هذا اللم، هذا اللم، وها بناتها بناتها مسوي بناتها، والبنات بعد حمل حليل هن حليل. ها لا بالغ اللي فيهم بعد. ها تبارك الله ما شاء الله. شوفوا ها من لدعنا شوف الارض شوفهم وين الورقها من وين. ها شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. ها شوف تبارك الرحمن أنا ترى مسوي مبنوع واحد. شو ها هذا طولاني وهي لاكل شيء مدربحات وشيء يعني لك نمونه ونمونه حاط الا عن يفوتني شيء. بيت بلي زراعه شرات الحرمه القرعه، شفت الحرمه يوم هي قرعه هالنمونه بيت اللي بلي زراعه شرات الحرمه اللي بلي شعر. يلا يلا عيزان حط لك البيلس هني جلس ما هي بيلس يلا تعال شبك يا ثوم الحين نبغى نسوي رياضة يجي زين. هي وانت بالك ما نسوي رياضة؟ انا نسوي رياضة في الليل بس. في الليلة؟ شو قول مالنا انت نسوي رياضة؟ هي واحد قال لي انت ابوي شيبه شو تبه الرياضة كلها؟ الحين ابوي جايتني ابوي نشرة بتخبرك شو مسميات الشيب. زين منظمة الصحة العالمية. زين ما رمستي انا رمست ابوي منظمة الصحة العالمية حطت تصنيف كامل للفئة العمرية للناس. بنادم يستوي صغيروني ومتعود ومتى شباب ومتى يندهر ومتى عاثر ومتى كل ابوي مقنن كل ميوب ابوي حار بحار. وحين بعد عليك عليه عليه عليكم انتو واللي يبى يسمع واللي ما يبى عاده بصرف. انزين خليني اخبركم من 17 وتحت هذا بعد صغيروني ياهل دودو من 17 وتحت تحت السن القانوني يسمونه قاصر، ومن 18 لين ابوي سن ال 65 هذا في عنفوان شبابه قوريج هذا يقولون عنه يقرض الحصى لين ال 65 سمعوا، ومن 66 لين 79 هذا ابوي يقول لك متوسط العمر، هذا عمر متوسط شاب وسط لا شاب ولا شيبه يعني لا خوب ولا خراب يعني في مز وغزل في مز وغزل وسط بعد شو وسط يموت اني عاد حق اللي يسمونهم كبار السن هاي يعني شواب يعني عبارة من 80 لين 90 هاي يسمونه شيبة من 80 لين 90 شيبة اللي من بعد عند خلافي يخبرني يمكن أنا معلوماتي غلط من 80 لين 90 هذا هو اللي يسمونه شيبة بو 50 و 70 ها بوي ما بشيبة ترى انزين واللي فوق 90 وما فوق هذا بوي يسمونه معمر معمر حد يقول أنا هدهري حد يقول معبر الدهر اللي بيزيد فوق التسعين وفوق المية هاي قالوا عن ابوي معمر دهري فلان هي ها من سنة دقيانوس مستوي هذا يسمونه دهري معمر. هذا الموضوع اللي قلت لكم بخبركم عنه عشان ما يدن علي المغرب وانا ياسر لنا افخ لكم رؤوسكم الهدربان. يلا بنرمس خلاف عقب المغرب ان شاء الله.
حبيبي يا خالد، دموعك غالية يا نظر عيني يا حبيب قلبي. اي والله شفت المقطع اللي دزوا لي اياه وعور قلبي، بس قلت يعني هذه بنادم يفتعظ، شوف شلون فرحوا هالفقيرة المسكينة. جزاهم الله ألف خير، جزاهم الله ألف خير ويجزيك خير حبيب قلبي. متابعك يا خالد من سناباتك، ما شاء الله عليك، لا إله إلا الله، توسع الصدر، عسى الله يوسع صدرك بالعفو والعافية ويسعدك إن شاء الله وين ما رحت، يجلي عنك الهم يا رب العالمين يا حبيبي. أمناك الرحمن، احنا عندنا تو الناس بعد الشمس ما غابت، بعدنا ما فطرنا، تو الناس الحين أظن عندنا الساعة 6:30 صارت، مدري والله 7 إلا ريض الفطور 8 وزود. مرحبا 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 أبو أحمد، يا مرحبا يا مرحبا، سلام عليكم. وين الحبة؟ ها لا هني صب اللي بترول باحة انا خبر انت وياه؟ ايه ايه ما تحرى روحه هو ساير وين جاي انت حينة؟ خلاف شوف فطرت عندهم؟ ايه بس شوف فطورهم؟ ما اعرف انا شوف ما تعرف؟ سر هو؟ صد يا تصورك باكر اسمعني باكر الساعة 10 بنكون في دبي في ند الشبع بتصير وياي ولا لا؟ ايه بتصير بيت خالي محمد عارف 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 وش تعرف؟ لا حبيبي ادخل لا انا طبعا. انا بصير بيت خالي محمد باكر عازمين على قهوة بتصير انت ولا لا؟ اكيد افواله بتحضر القهوة وبتتفاول بتعلمنا الله خير وبترد انت ابو ظبي وانا بابات في دبي مشكلة انت شو رايك؟ زين زين يلا اقول لك يلا تقول لا ما بسير مثل هالوقت بنحرك نكون 10 ان شاء الله في ند الشبع عازمين ان شاء الله الاسره الكريمه كلها هم رب اسبوع لي خطب شيء عزيمه كانت عندهم غير المكان ما شاء الله ما سد والاسبوع هذا عازمين ابوي للبقيه شو رايك دعوه خاصه انت شو رايك بتصير لوها بساير بتصير وبترد اي مشكله هتاكل وايد ها لا شويه زين يلا توكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعتكم يعني الله يحفظكم قال لكم اليوم أنا معزوم على فؤالة فاليوم نادي أكيد ما شيء لأن عادة أنا أسير النادي من عقب التراويح غير اليوم ما لي نصيب لأن سيرة العرب اللي أنا مسير عليهم يعني الله يحفظكم عرب أن يستاهلون التضحية أني أودر هبل النادي أبو النادي ساير عن شخصية مرموقة الكل منكم والجميع يتابعها ويحبها الكل منكم والجميع يتابعها ويحبها شخصية مثقفة اقتصادية مرهفة الإحساس شاعر رجل الطيبة الأخلاق الدين الكرم يعني يامع كل المحاسن مجتمعه كل صفات الرجولة والمواطن الصالح والرجل الشجاع وذو الكلمة وذو الهمة والرياضة يعني شو بقولكم كل الأشياء الجيدة مجتمعة في شخص واحد الشخصية العامة اللي كلكم بتحبونها يعني الله يحفظكم متخرج من الثانوية سنة 63 يوم الصبي راقد يوم ما حد يعرف وحصل على شهادة العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة بغداد سنة كم؟ سنة 69 سنة 69 من جامعة القاهرة سنة 74 حصل على الماجستير منو بالله عليكم هاي السنين عند الطموح الدراسي هذا كله في الأدب العربي حصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف مرتبة الشرف والدكتوراه حصل عليهم من جامعة حصل على الدكتوراه من جامعة محمد بن عبد الله من مدينة فاس المغربية في المملكة المغربية عاد ناهيك عن الشهادات الدكتوراه الفخرية اللي عرف في روحي أكثر عن 7 وما في يعدهن لأني يبا إذا بعد مزايا والمناصب على الله يمد بجله اللي حصل عليها لا تعد ولا تذكر من أهمهن وزير البترول وآخر منصب اللي عاد منه ومسك الختام مستشار رئيس الدولة حياة الشيخ زايد يعلي الجنة يعلي جنة الخلد بعد بنادم أو شخصية تحصل هالمناصب كلها وتختم حياته العملية أو النشاطات السياسية بمنصب مثل هذا يبقى أكثر عن تي هذا يبقى الله أكرمك
من يوم انت صغير لين الحين ما شاء الله الحين عاد في عفوان شبابه يعني الله يحفظ. الشخصية اللي انا ساير جداها الحين يعني الله يحفظكم معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة يعني الله يحفظه ويطول بعمره. شخصية ما يبالها ابوي حد يرمس عنها ولا يبالها تعريف لان العارف ما يعرف العارف ما يعرف وهو ما شاء الله عليه اشهر من نار على علم ومعروف عند ولده جميع الشخصيات في الكرة الارضية معروف عند الرب والعرب وكل يشير له بالبنان بالطيب ويشار له بالبنان بصغارة النفس والحيوية والطيب والاخلاق والكرم وكل المحاسن اللي في الدنيا كلها مكون. طال عمرك الحين انا من ظهرت من محمد بن زايد لين وصلت ياي وانا اشرح لهم وين ساير لكن كم شرحت بعدني ما رمى وفي حتى ربع. انا دكتور انا اخبر الجماعه واقولهم انا ساير حق شخصيه وايد مهمه وكل منكم الجميع يحبها عاد حينهم شافوك على الطبيعه ما طعت اخبر اعطيتهم التواصيف والرسم والعلم والخبر والدراسه منذ النشاه لين وصلت معادي بيتكم عاد الحين يوم جيت مرينا الجربه وخبرناهم نحن وين سايرين. الله يحييك ويحيي الاحبه اللي تابعوك يطول بعمرك دكتور يحييكم ويا مرحبا والمفاجآت الحلوه زينه هاي يعني الله يسلمك الايام المباركه الله يبارك في حياتك فيك البركه ان شاء الله ها وهني ناس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الزين ما شاء الله بصور تحت سلام عليك شيخه كيف انت مايا كيف حالك ما شاء الله ما شاء الله تابعيني انت اللي ما تتابعين يعلنا ما خلو منك يلا وانت بعد تعالي الموز هاي سلام سلام الله على ام الشيوخ سلام عليك خير قولي شحال قناتي خير كيف انت خير ما شاء الله ما شاء الله على دكتور هو روحه الاستاذ عبد الجبار سايق يعني الله يحفظه هاي مديري في الشغل لا ها بزيدك الحين ما خبر قتل هاي الختله هبهينه مديري طال عمرك المده تكون 16 سنه ما مزر فايل مخالفات وانذارات الا هو هي على الله يحفظك انا حين شكاي على الرجال هذا اللي عدالك ما زر لي ملفي انذارات وتاخير لو بتاخر على الدوام 5 دقائق شكوى هيت عاد من عقب شو وصلت الحين ورجل يشل الفايل كله ويحطه بالعكس الله يطول بعمرك كل شيء من طرفك ايجابي دكتور لانك انت شيخ الايجابيه وانت يعني الله يحفظك اللي تثيب الايجابيه بكل الحين هالريال نعم الريال يعني بالايام حد يدخل الطياير لا لازم هو اللي يختم على الجوازات لازم حس شيبك ما في حيله الله يا الله ييسر امورك بس عليهم فطره وصلوا وعينا من الله خير يعلم في دعوه الله خلاص السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شوف ما شاء الله جلس عامر دواوين الدكتور ما يقارب 33 ديوان 33 ديوان اللي موجودات حاليا في جميع مكتبات الشرق فيهن من الشعر اللي باللغة العربية الفصحى وفيهم من الشعر اللي بالعامية وفيهم من الهجين وأغلب الدواوين تمثل في بسيرة الشعرية النهضة الإماراتية منذ قيام الاتحاد إلى أنا كاتب شيء منهم ديوان عندك مثل المسيرة ديوان ليل طويل أغنيات من بلادي خواطر وذكريات قصائد من الحبيب نشيد الحب حمس الصحراء ليل العاشقين نسيم الشرق شو بقولكم شيء كم هائل أي مؤلفات كتب من ضمنها بعد كاتبنا أنا في نوت عندي اقتصاديات أبو ظبي قديما وحديثا وأبك الصناعة والبترول كله ترجم لعدة لغات مثل الإنجليزي والفرنسي والألماني والياباني بالإضافة إلى محاضرات تقدم وتدرس حاليا
في جميع المؤتمرات اللي تستوي في الدنيا العودة تلقى محاضراته لأنها مدونة وتلقى عن طريق دكاترة وناس ذو عرف. هاي كلها دكاترة. يعلى الله يطول بعمرك. 90 ديوان. ها كلهن اللي هنا؟ نعم. على ربعك وزع. ليه تامر عليه؟ أعطيك غيرهن. يعلى عمرك طويل. لا والله أبغي ربعي كلهم أبوية ما حد ما يحب القصيد. خلاص فالك والله طيب. هذا شيء زين طال عمرك، هذا عبارة كنز. كنز هذا. نعم هذا كنز. هذا حصاد 60 سنة. ما شاء الله يعلى الله يعطيك طولة العمر. ثم مقبوله على الله يسلمك يطول بعمرك. دواوين شعريه الواحد طال عمرك يتمناهن ما بلا شيء بسيط. شيء بسيطه خليها عندك في البيت ولا في السياره. شكرا هذه ثم مقبوله طال عمرك. إيه؟ ها؟ لا 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 اذكر الله اذكر الله. هذا ها 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 ابوي عطوه يصير به هذا بسير عقه هناك ودوه في البخار ولا الاستور. لا 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 لا, لا. ما بيتبعني هذا حشه. يا ريت حقنا جوكم ورا يبانه ترخيص يبانه نطه ونطيطه. يسد ان في من ريحه مؤسس الاتحاد، يسد ان في من ريحه بخليفة، يسد ان فيه من ريحة زايد ريحة بخليفة فيه، في ريحة بخليفة طويل الربعة عصر دهر قزر وياه. هذا روحه يزيده فوق الرونق رنق غير، فوق رنقه يزيده رنق فيه سمو يعطيه جاه انه في من ريحة زايد. هذا كم يسوى؟ أنا اليوم وين أتحاجة؟ أنا اليوم حبي أروم يرمسني جلست ويا واحد من أبوية كد يارس ويا حياة زايد لك يوم ويوم، هذا كم يسوى؟ أنا اليوم تحرون حبي اليوم حتى اللي بيرمسني من 4 تنفار يسلمون علي برد على نفرين منو بيطر راسي؟ واليوم ما أتحاجة أنا هالشر هي نعم. ويحق لي اليوم ونحق عياني برمس واحد نفر واحد اللي بسلم عليه، ما بسلم على نفرين. اني ابطيت وحصلت هدايا دواوين وهذاك الشيء اللي ما ينطرى من عند شخصيه شد ازره خطف دهر ربع ويا حياد زايد، هذا روحه كم يسوى؟ يا سعد حظي اليوم حتى رقاد ما ظني يجيني، رقاد اكرم على الرقاد النبي اكرم، حش اليوم بعيد عنك يا دول الرقاد ما بي. الحين الرجال هذا انا ما اعرفه سالم هذا زين سالم في سالم الراشد الهنائي الهناء والله والنعم والنعم بالهنائي اشوف شفت هنائي العين وين شاركه العين بيته العين بعد شو بعد العين زينب لا زينب ناس العرب الطيبه تلاقى فيها زينب هو الحين مستعد ها حتى مت تليفونك ورا قهوي انت شوف انت خذك سمسنج عندي لك ما طيق قالوا ان هذا خير لا هنا هذا طالت اعماركم مكتب الدكتور يا الله يحفظه هذا مكتب الدكتور احب ارويكم الحس كله هذا مكتب الدكتور ترى ما باي حد يدخله انا ابوي عقب حب خشوب واسطات وعندك دونك دخلوني ابوي مكتب الدكتور هذا يا الله يحفظكم مكتبه شيء لازم مكتب ولايتي المكتب روحه هاي صدق هاللي قدامه الصفات هذا عاد خالد يا الله يحفظه خالد بن مانع ما شاء الله عليه مرتك تراني انت هي والله قلت لهم ابوي هذا ولد معالي الدكتور خالد ايوه هذا الدكتور مع سيدة الغناء العربي ام كلثوم وهذا مع جمال عبد الناصر كلنا ضربه انت الحين اسمك مانع بن خالد نعم بن مانع صح لعتيبي على الله يحفظك ما زينك ما زين ابوك
صور وياي ولا انا اصورك ولا انت بتصورني؟ كنا نصور. زين يلا بركب ساعة. وهذا ابوك اللي يصور لنا. الله يحفظكم مجموعة من الشخصيات اللي عاصرت وعاشت، وحد منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذاك ينا ما شاء الله عليه، إيه الله يخليني. هذا مع الدكتور مع الشيخ محمد بن زايد أبو خالد، إلى الله يحفظه بدرينا حياة زايد. هذه عاد الصورة ما رمت أخليها يوم يعلقها يضرب ثريا تضرب فيها، ما رمت أصورها. هذا حياة الشيخ زايد على الجنة، والسلطان بن عبد العزيز يعلى الله يغفر له، وهذا الدكتور يعلى الله يسلم ويحفظه. شو بقول لكم، ما بدك تظهر من هالمكان. أبوك يصرفني يداوم 13 يوم ما بظهر، 13 يوم ويومين إجازة، 13 يوم ويومين إجازة، ولا بتحرك من هالمكتب. ما شاء الله. هاي بعد مجموعة في الممر ما هان علي ما صورها. أكيد ما حد شاف إلا اللي جد يه المكان. على هالأساس أصورها. هاي صور حديثات، هذا الصور ما بجدام وايد. عيبتني الصورة هاي، على هالأساس صورتها وليتين. هذا المخزن عاده اللي بين غرفة الطعام والميلس، هذا الميلس الرئيسي اللي توني ظاهر منه، وهذا المخزن. ميلس هذا يمكن إذا أنا ما خاب ظني يمكن أكثر عن 25 سنة عمره، أكثر عن 25، من ثبت أكثر من 27، يعني من 81 الحمد لله. توني سألت ما خاب، ما غلط، ما طلع غلط. ها تعال، ها ما حد أبوي يلعب بملفي إلا أنت. توديني الجامعة وين؟ بأي جامعة بسير لها؟ وأنت نفخت الملف خليته يمي على الإنذارات؟ لا لا، حين عادة كم مرة قلت له بس طلعت أمريكا، روح تعلم انجليزي وبتعلم لك شيء محاسبة والله إدارة وشيء ممتاز، وبتي ما تقصر، ما تقصر من أهم. الحين تطحنون بمانع، ما شاء الله ما شاء الله. أشوف الزين أبوي الله يحفظك. ما شاء الله عليك وعمرك الخير. ما انا بنصورك، كان هذا الرجال داير بينا والله. شوف يوم الله خلق فرق. حي حي هالشوف. الله يحييك، الله يبارك فيك، يطرح فيك البركه يا عمر. يا من الفرق منو؟ هي نعم، بين هالشيف وبين هالشيف. ها شتان فرق ترى على الفريه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المطعم يعني الله يحفظكم، هذا المكان عمره ما يقارب 28 سنه. هذا مطعم الدكتور تبارك الرحمن. ثلاث طاولات رئيسيات تقريبا. اعتقد المكان يضم حوالي 150 ادمي يضم، يعني على حرف ال وفي النصيف بعد شيء بعد من جانبي. شوف انت اليومي يعني. أنا غرامي الصور هي حافظ لك الجنة اليومية. اليومية كبر بيتنا، اليومية هذه روحها كبر بيتنا. دكتور في شيء بتروني إياه خاص؟ شيء بتسمحوا لي أدخل؟ قالوا شيء مكان خصوصي، أنا أريد أروح مكان خصوصي. هي نعم يعل عمرك طويل، يعل الله يسلمك. بس أمرهم طال عمرك يفتحون لي المكان اللي فيه دواوين وايدات. هي قال أبويها ما يظهر لبرخ لك الخير، يعل الله يسلم. ودوا يشوف المشاكل مالتنا وعقب ردوا على الفوالي. يعل الله يحفظك يسلمك.
قالوا لهم ما حد يصير المكتب الا خالد روحه. ها ها كلهم وحي يبون يصيرون، قالوا لهم لا الا انا بس انا بس انت هنت عاد. انا اقول لكم غرفه الطعام غريبه، اشوف ما شاء الله كم سيد بسيد فيها. ابوك هاي عباره ما تسمى بس في الاعياد. في العياد؟ ها في العياد نعم. ما شاء الله ما شاء الله، يعني دوم بيت عامر. ابوك هذا ما بيت عامر، يعني دوم قصر عامر. هذا يعني مرحبا يسلمكم. الحين انت خلي العيله ابوني للاول مال الذهب الاسود. يا ربي يحيي العظام وهي رميم. 71 من 70 من 1 فبراير 71 هي الى يوليو 1990. سبحانك. والذهب الاسود من يوم نحن يا هال هذا ما زينك الاول بهاك البدله وهاك العداله وهاك الدنيا. الحين طاحت من كرطول. صحيح. ما عليك باس. تفضل ابويا. الحين اول شيء اعرف بعمرك انت منو؟ انت خبرتني عن معلومه. هي نعم. مدير عام الارشيف الوطني. ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. اجتماعات النفط والحفلات استقبالات كل شيء شوفها النشطه. وكلهن هبت اشوف. وغير الوثائق. هي نعم. غير الصور. ما شاء الله. بالارشيف. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. فكرة هاي فكرة منو الحين الأرشفة هذه؟ من وين جايه الفكرة؟ هاي فكرة الدكتور مامع. يعني الله يطول بعمرك. متحف خاص في ترتيب ونقل كل الأشرطة من هذا النوع إلى أحزابيات. زين شو راح ينطلق عليه من الأسامي اللي بيشله المتحف هذا؟ المتحف هذا لسه قيد الدراسة. صور وفيديو واوديو. مش المحتويات لا، شو بيكون تحت مسمى شو؟ متحف الدكتور مالنا سعيد العتيبي. ايوه والنعم والنعم والنعم. بياخذ وقت وايد وجهد وايد. اكيد يباله وقت وايد يعني. ما حدا بيعرف الا الدكتور، اسال الدكتور. لا طريقته هذه هاي الدنيا كلها لان تتأرشف ومسح يباله. البدايه من 46 سنة هون. 46 سنة؟ 46 بس 46 شكله 46. لا اله الا الله. شوف ان شاء الله هذا من عمر الدولي التعب الاتحاد. شو ما شاء الله. هذا ممنوع ابوي حد يدخل الا الدكتور روحه. واليوم جيت ما نوع عقب زور حيله، ما بزور روحيله والله يعني وافق. يعني ما عادة ما يخلون حد يدخل هالمكان. كان يزاه الله خير الدكتور كريم وانا استاهل. ظهرنا من هالمكان على اساس اني تحريت خلاص. ترى ابو شيء مكان منقير. ما اطلع من الفندق. هذا الخالدي قصرنا في غنتوت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. البقعه كامله كانت. صحيح. ما شاء الله ما شاء الله. اسمي الصورة هي جميلة نفس الديكور الميلة سلينا حتى مرة ما تغير. سبحانك يا رب. وهذا في البريمي هذا. سبحانك يا رب. هذا التلاعي وليبات وانا ظاهر بي مارمتها ودرهن. مرحبا ابو محمد. الله يرحب بك على فضل الله يعتيبه. مشكور يسلم. هذا انتم اللي مشكورين انكم قربتوا بي عندكم. يا جزاكم الله خير. الله يحفظك. دكتور توك اتحفتني بمعلومه ما اعتقد حد في الكون يعرف غيركم. نعم الوالد والد سعيد متراضع ويا الله يرحمه عبد الجليل. الله يغفر له. انا محمد هو عمي من الرضاعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. جنة الفردوس يا رب. حالك يطول بعمرك. عتيبة. نعم.
لو اللي بعد بتاكل السويت كله في كل مكان عن الفرني لا بد ولا عذر. طبعا هذا شيء رمضاني. يا الله يحفظك. قال لي دكتور يخدمون عندكم الاول؟ نعم الوالدة الله يرحمها علمت الشغالات اللي عندنا يوم نصير ويا شيخ زايد الله يرحمه من ويتم شهر ما يخترب. عيل طال عمرك يقولون العقيلي ما بشغل هالإمارات. لا لا إماراتي 100%. سبحان الله. نعم. من حضر ترى ثبت شرعا لا تقولون ما حد قال لكم. خبرناكم هذا معالي الدكتور قال أبوي هذا أبوي شيء إماراتي 100%. لبي دكتور؟ هالمعلومة وايد تهمني أنا. ايه. طريقة اسم وايد مهمة أنا بالنسبة لي. أهرا المسعود. وتسوي هالأكلات الشعبية من خنفروش ومن فرني ومن هريد وبيس وتطرش حق الجميع. هي نعم. من الشيوخ لين العام. الله يطول بعمرها بنت محمد. طول رمضان وفي الفطر أيضا. خليك رئيس شلك أنت دكتور. نحن بيتنا محمد بن زايد هم في البطين نحن ياورناهم 30 سنة ولين يومك ما يوبها يوصل لين بيتي محمد بن زايد. ما بدنا نحن تحولنا عنهم وخلاص لا حتى يوم وصلنا مدينة محمد بن زايد يوميا يوصل الهريس من عندها ما توجه. يا الله يطرح فيها البركة إن شاء الله ويخليها ويطول بعمرها بنت محمد. دكتور عفرة المسعود هب من اليوم من يا برنام حوالي من 30 سنة من 30 سنة وهي يعني رمضان هذا بيتهم يا غير التحرى كويل الين خلق الله ما خلق آلاف مؤلف اللوادم في الفطر فطر ولا رمضان سوت وجسمت يا الله يعطيك فيها مأصل وواقفة روحها وتشرف وسويت لنا طابق توزيعات ما تخلي حد ما طرش لها الله يطول بعمرها. يا مرحبا بالشباب. يا مرحبا يا مرحبا. دكتور مانع مشكور جزاك الله خير تبع الله الشر والبلاء عنكم واكرمكم الله. الله يحييك الله يحييك يا خالد هذا البيت الامارات وفي لندن وفي مرات اللي تامر عليه طال عمرك ان شاء الله ان شاء الله طال عمرك. يلا مرخصكم جماعه. شكرا. خالد بن مانع مرحبا مشكورين ما قصرتوا على حفاوه الاستقبال وهالمايوب الزين يعل الله يحفظك يطول بعمرك. قلت ابوي مدامي الا في فريج التيار نخاطف ابوي على التيار الكبار والتيار الصغار ها مره عن مرتين. اي نعم تلايا ولا يبات شو يعني مره عن مرتين رمضان وانتصف. خلصنا زياره بيت فريج التيار الحين خطفنا على بيتين بيت التيار الكبار وبيت التيار الوسط. يلا والدنيا مطرجه الحين وصلت المشرف الجماعة كلهم يتحرون عربة سحر عندهم أنا أبوي باطن مزور لين عينه شو ما شاء الله خطت ما قبل الدخول. هذا خليفة خليفة أبو الخلف لين اليوم ما عرسه فوق 50 عمره ممكن أبوي تبريل وبتروم أبوي على هذا. هذا الرجال ندور له حرمة 50 سنة ولين اليوم ما عرسه ولد وفنان ورقم واحد ولايتي لكم مقطع يعرس منها بتروم تأخذ هذا الرجال ترى لها جائزة. هذا ابوي لين الحين ما لقط وحده ولا تمزر عينه هذا اللي تشوفونه ولد بن خلف القبيسي. ما شاء الله الشباب كلهم داخل ولا احد يدري بني اصوره. يعني انا ما اصور الا هني معالي العميد. اي والله على الجانبيه هذا الباب الخلف ترى ما يطيح يخليني اصوره الحين لما ضرابه. شوف ما يدري ايش يسوي هذا يمين غير مثقل. سلم علي عبد الله بن احمد عبد من دبي. ايه عبد الله بن احمد الشيخ. ايه في لندن يسلم عليك. ايه عليك وعليه السلام. لكم يميع السمشان ما خلوا شيء ما بحاطين كل شيء يا غير من يروم ياكل والزيت عمري شيء بيتقوم الدكتور مانع شيء ما ارومه شيء ما ارومه غرامي السمك وبيتقوم الدكتور مانع من كل ما تشتهي النفس من معاد بني اسرائيل اقولكم ما دبتهم قوم الدكتور مانع. هيك كل دقيقة ها ما بكي تاكل ما بكي تاكل قلت ابوي وين اروم سوينا هرم هنبا هرم هنبا هذا الهرم هرم الهنبا ادب حق منو حق هذه
اللي قالوا والله نحن من استوينا ما سمعنا وانه العرب تاكل همبة ويا سمك. كلج حديد عيب من استوت الدنيا تاكل همبة ويا بالسمك ويا ياكلون سمك ويا عيش ويتحلون بالهمبة. يوم وقت الهمبة ويوم يوجف الهمبة تحلوا ابوي بسنطرة. ويا ست تخقق قدام العرب ما اعرف فهاري مني لكن عندي مسجل صوته. مسجل صوته طرت لي مسج كبطوله ميودنت يويد. تخقق قدام انا حمارينا وان يوم القبيسات حش عليهم ما ياكلونه وان السمك ويا القبيسات ياكلون كل شيء. كل شيء حتى الحلت ياكلون القبيسات. القبيسات كل شيء ياكلون قبيسات، القبيسات زد عن العرب، العرب كلها الناس تاكل كل شيء، نعمت الله كلها طيبه. انت بعد مسوي تفرقه عنصريه. سيف حط على كل طاوله ديوانين 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 وانت مطرج، يلا بدال يا ستكم تقرون جرايد ثقفوا، هذا ابوي قصيد ولايتي. هذا العميد احمد بن الشيب القبيسي على الله يحفظك، اذا ما اكلت ابوي من الحلوه هاي ها ما كنت كل شيء، شيء ولايتي لا يفوتك. زين؟ قولي والله ابو خالد والله شيء فنان ها شوف تقلقل اي حافظ عليها ساقه ايه ساقه وهذا ساقه اقول عباره حلوه اللي فيه حبه جاسيه هذا شويه تيمه تحت الضرس هذا هو الحلوه الساقه والولايتي الفنان ما فيه قل مضوي شويه قد يا اخي شرات الماء هذا من تصب تحط الخاشوقه انفرش في الصحن هذا ابويه مره عقه تصير كشره ما يتشاه نعم هذا النكل هذا بشوفه الغز بغز يطيح يسمونه غز حلوة وغز ساقو هذا هو يوم يقول لك الغز ها هالنمونة إهلال شباب اللي منكم ما أكل أبوي من الساقو واليوم لا يأكل دبت حياته اللي ما أكل من الساقو ولا يأكل شيء لا صار ولا استوى والله العظيم يا شيء أقول لك متعف اللثم والله يطعمه يني طول العمر هذا كتاب الدكتور دواوين هاي اللي تولي أبي ابو محمد قلت لهم يحطون على كل طاوله اثنين حطون على الرف انتوا اللي هناك لازم ابوي تاكل من هاي قبل ها شوف هاي اي شيء كل زين لكن هاي ابوك هاي مفنوده شيء لا صار ولا استوى شغله ارجنتها رقم واحد سالم هالي عدالك شو مزرعته سالم بن منو هالرجال مرخان سالم من مرخان زرع مرخه ها الثثار عاده لا ما تنشر عجيب شو قلنا نحن القلب غالي والله ها والله القلب غالي ما فيك حيل يا ابن مرخان يعني افداك سامحني ترى ابوي اسوي سوالف وياك لا تحط في خاطرك والله يا رب لك حمريت هالنمونه ابوي تارك حبيت تحط في خاطرك بمسح الفيديو يا حبيت اقول لك وين اقول لكم شيفتم شيفتم درا هال اثنين اليوم اول مره هيونا جايين العام والسنه يوم شيفتم شيفتم درا ولا هذا مدرا في شو عاد ما يندرابهم لكن مدرا كبار هاي كمبنيه من درجه الشغل يعني ما بكمبنيه من بيزات لا ها بلي بيزات هاي اللي توني نزلت الصوره هاي العنوان مال شيزاري باتشوتي رقمهم اللي في ابو ظبي واللي في دبي اثنين ومكانين ثلاثه حسب محمد كم رقمهم هذا ابوي ارقامهم هاي عناوين هو اللي يبى يدق لهم انا لا حد يسالني اي سؤال لا تقولوا ما قلت لكم ايش عندك؟ كرهت